التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة مش هتاخد حاجة من البيت ده، لأن اللي هنا ما يليقش على اللي هناك. اتفضل اخرج بره حالا. اخرج بره حالا. الواحد يعمل اللي هو عايزه. انا كنت فاكره ان هو هيكلمك انت وماما عشان تتعايروا عليا ان احنا نرجع لبعض. ده حتى لما سبت الشغل عنده في العياده واشتغلت عند دكاتره تانيين ما عملش حاجه. ولا بالعقل ولا بالقلب في حياه اسمعها. محدش فينا فرق معاك، انا ولا اخواتك ولا حتى امك. انا مش هقدر اتجوزك يا سعد. ليه؟ لاني مش عايزه، مش عايزه اتجوزك. وحاولت واديتك فرص واديت نفسي فرص، مش قادره، مش طايقه. مش معقول افضل في علاقه من باب الامتنان. امتنان؟ ايوه امتنان. انا ممتنانه لك انك الراجل الوحيد اللي بصيت لي وحبيتني واهتميت بيا، وعارفه ان ممكن ما يبقاش في بدايل. انا خايفه قوي يا عدوي. عرفت ان كلام اخوك كان صح. Thank you.
ممكن ما تخوفنيش منك تاني؟ أنا اللي كنت خايف إن أنت مني. أخيراً ربنا قومك بالسلامة وولدت اللحن الأخير؟ اصبري يا حبيبتي لما تسمعيه. تعرفي إن أنا كان عندي حق في نوبة الجنان اللي كانت فيها. ماشي. بس أعمل حسابك أنت آخرك معايا ثلاث ألحان بالكتير. بعد كده هتجيب أجلي. ما تخافيش يا حبيبتي. ما تخافيش، إن شاء الله مش هترجع تاني نوبة الجنان دي. تفتكري اديها لمين عشان اركب عليها كلام؟ ولا اسيبها كده من غير كلام؟ مش عارف. يلا سمعها لي بسرعه بقى عشان مش قادره اصبر. اوكي اوكي اوكي. انا عاوزه اعرف دلوقتي حالا ايه ممكن يكون المبرر بتاعك ان انت تخبي عليا حاجه زي دي؟ ما ترد. باشا ممكن تهدي يا اسطى. اهدى ازاي؟ انتوا الاثنين تكلموني كل واحد بطريقته وبعدين تقول لي اهدى ازاي؟ انا جننتك عملت لك ايه طيب؟ انت تولع وهو كمان يولع. انا ما يخصنيش غير نفسي دلوقتي. ازاي ما تقوليش ان ادم عايش؟ يا اخي ده انت اكتر واحد عارف قد ايه انا كنت موجوعه. وبعدين لا تكون فاكر ان لولا موضوع ادم كان ممكن يحصل حاجه بيني وبينك. هو ده بالظبط اللي كان مخوفني يا رشا. انك فاكراه ادم. ادم احنا نعرفه ما يعملش معانا كده. ادم احنا نعرفه ما يحرقش قلبنا كده. خفت. خفت هتعرفي فتبعدي عني وانا ما اقدرش ابعد عنك يا رشا. انت كنت فاكر ان انا هفضل قد ايه مش عارفه. مش عارف. أنا لما دخل عليا وأنا مش عارفة ورحمة أمي وأمي حسيت إن أنا اتجننت. أنتوا الاتنين أوسخ من بعض. اطلع برا. اطلع برا. مش عاوز أعرف حد فيكوا تاني. مش عاوز أعرف حد في عيلتكوا تاني. اطلع برا. ايه اللي جابك بدري النهارده؟ كويس ان انت كمان ما تاخرتيش عشان ما اقعدش استناكي كتير. تستناني ليه؟ انت كنت عايز نخرج نتعشى النهارده؟ لا بس عشان نكمل كلامنا اللي احنا ما كملناهوش بسبب موضوع ادم. بيتهيألي ان احنا كلنا الحمد لله اطمنا عليه والحياه رجعت لطبيعتها. بس انا مش معتبره ان اللي كنا بنتكلم فيه ده كان موضوع. كونك انك ما تعتبريش اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده موضوع، ده بالنسبة لي موضوع.
بتهربي مني مش عايزه تتكلمي معايا ايه؟ ده موضوع. وانا ههرب منك ليه؟ انت وافقتي تتجوزيني ليه ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ عشان مش عارف اتعامل. حتى بعد ما كلمتك في الموضوع اللي انت مش معتبره انه موضوع وشاورت لك عليه انت لسه بتعامليه بنفس الطريقه ويمكن اوحش كمان. عاملك ازاي وايه اللي اتغير ومن امتى؟ ولا انت اللي حاسس ان انت عامل عامله؟ انا بعاملك بنفس الطريقه من يوم ما اتجوزنا، ايه بقى اللي جد؟ انت لسه بتحبي هشام شرف؟ اه كنت عارف. توفي قالت لي اول مره سالتها فيها عليكي. وعارفه عارفه كمان؟ عارفة؟ ما انت كنت لسه معاه دلوقتي حالا. هو انتوا رجعتوا لبعض ولا سبتوا بعض ولا ايه؟ انتوا عملتوا ايه؟ سؤال هو انت اللي ليه جوزتني؟ لما انت عارف كل ده جوزتني ليه؟ علشان انا اعظم قصة حب انت عشتها في حياتك؟ ولا علشان افوت لك زي ما بتفوتي؟ قصدك ايه؟ قصدي زي ما انت فهمت قصدي. انا كنت محضر كلام اقوله لما اجي اواجههم. انا كان نفسي اقول لهم ان انا عملت كده عشان ما حسيتش ان في حد حاسس بيا. ان انا كنت بطمن عليهم. بس من غير ما يحسوا ان انا كنت بقف قدام البيت واستخبى واعرف ان كل واحد فيهم بخير. كان نفسي ازعلهم لما قرروا يطردوني بره حياته ويعاقبوني. فهمت ليه بقى ما لاقينيش في معاك لما وقفت على حيلك عشان تروح تواجههم وتطمنهم عليك؟ عشان كل تاخيره في الطلعه دي بتصعب الموضوع اكتر. عشان شافوا وعرفوا منك بالصدفه انك طردتهم من حياتك. صعب عليهم منك انهم هانوا عليك للدرجه دي. انا كنت كل يوم بقول انا هروح اعمل كده. بس بيعدي وقت كده وبعدين اقول لا خلاص خليها بكره. انا كنت بجاريك انت وحبيبي عشان قلب عيني مش كده. هو انت عارف تسالني انا يا اسطى؟ ممكن اكون وافقتك عشان اخد بطاري. تاخد بطاري؟ ايوه. مش نحرق قلبهم زي ما حرقوا دمي ووزوا علي اللي أزن في أكل عيشي ورفضوا البت اللي ربيتها عشان تبقى زنت العيلة. لا يا اسطى انت لو قصدك كده فعلا عمرك يعني لما ما كنت هتقولي الكلام دلوقتي. أنا مش حنين أوي للدرجة دي. وبصراحة أمك لجمتني لما قلت إن لو حصل العكس كانت هتقول إيه لعب العيل ده؟ ترجع لأختي. معلش أنا آسف بس أمتي أنا رحت لها من وراك لما شفت حالك وحال حبيبة لما رجعت من عندها. كنت عايز أحنن قلبها عليك وفي نفس الوقت أبيض وشي قدامها. مديتنيش فرصة. قالت لي كلام هوانم بتاع تمثيليات. شيلتني الغلط كله. بصراحة أنا لما عكست الصورة لقيت عندها حق. أنا لو اللي حصل ده حصل مع أختي ورجعت لي كنت دفنتها بالحياة. لا بس انت ما كنتش هتعمل كده علشان انت حنين. بس انت مش واخد بالك انك حنين زي ما انا ما كنتش واخد بالي ان عيلتي بتحبني قوي كده. انا طلعت واطي. انت مش واطي، انت عيل. وانا مشيت ورا العيال ضحكت على نفسي وصدقت انك راجل. يا استاذ حتى انت اثبت لي عكس انك راجل. أنا في عرض دين النبي. حضرتك اتفقتي معايا تكلميني النهارده وتكلمي، وبناء عليه بقى أنا قلت لعميل يكلمني عشان أقول له إذا كانت العربية موجودة ولا لأ، وأنا بحترم العملاء بتوعي جدا. مش مسموح لك تدخل ومش مسموح لك تيجي هنا.
ايوه انا عارف، بس انا حسيت ان احنا المفروض نتكلم. انا بس اللي حدد اذا كان المفروض نتكلم ولا لا. انا اسف. اتفضل امشي، ما تجيش هنا تاني وما تروحش البيت ولا تروح اي مكان احتمال اكون انا فيه، فاهم؟ اتفضل امشي، يلا امشي. هيقعد اسبوع بس، انا هرجع اول ما يخلص وبابا هو اللي هيكمل هناك. انا لقيتها فرصه ان انا ابعد عشان كل واحد فينا يرتاح، نعرف احنا رايحين على فين. صح صح. انا اتجوزتك عشان كنت فاهم انك هتخلقي لي حياه احبها. اتعلق بيها وتبقى هي والشغل وبس، لدرجه انها ممكن تخليني انسى اي حاجه كنت عايشه قبل كده. كذاب. لا انا مش كذاب. لا كذاب. انت يوم فرحنا وانت سكران قلت لي انت اتجوزتني ليه؟ اتجوزتني عشان تخلص من زن أهلك وعشان تقدر تعيش حياتك التانية اللي انت كنت عايشها، وأثبتتلي ده لما يوم فرحنا سبتني أطلع أوضتنا لوحدي. انت لو كنت حاولتي لحظة واحدة انك تشديني معاكي لحياة جديدة انا كنت هعمل كده وهنسى كل حاجة قديمة في حياتي حياتك انت كمان. بس انت ما عملتيش كده حتى لو لثانية واحدة. سواء تحت انا همشي وكل واحد فينا لازم يفكر ويقعد مع نفسه ويوصل لقرار، عشان لما ارجع لازم ننفذ القرارات دي. يا ريت محدش يعرف على اللي حصل ما بيننا ولا الكلام اللي قلناه لبعض. أنا عارف إنك زعلانة مني عشان موضوع الواد ده، بس طب تعالى نقعد نتكلم نتناقش نتفاهم. زعلانة مني زي ما أنت عايزة، خدي مني اللي أنت عايزاه. أقول لك على حاجة، ليك عندي طبق كشري أعرف، بس ما تسيبنيش يا رشا. رشا رشا، انا ركبتها العربيه اللي راحت توديها المطار، وحتى سابت شنطه معايا وقالت لما يجي الاستاذ احمد يبديها له. لحظه واحده اجيبها لك.
صدر ظرف. هات لي شاي يا ابني. خليهم اتنين. حاضر يا اسطى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه؟ ما خرجتش بالعربية ليه؟ كنت عايز اتمشى في الشارع شوية. أنا أصل عادي بقيت حاسس إني عامل زي المساجين اللي لسه واخدين براءة. بقيت مش فاهم ايه اللي بيحصل بره. والمشكله ان المسجون ده لقى كل الناس اللي بيحبهم قافلين ابوابهم في وشه. الموضوع ده بيجرح قوي. اه بس لما المسجون يروح للسجان بخاطره ويبكي بدل الدموع دم عشان يدخله زنزانته ويقول انه ما صدق انه خرج، يبقى الموضوع في حاجه غلط يا هندسه. لو النبي يا اسطى اوعى تقول كده. انت فهمتني غلط. ده انتوا الحاجه الوحيده اللي مصبراني. يبقى تدي شغلك ومراتك حقهم يا هندسه. انا مقدر اللي انت فيه للاخر. بس انت كمان لازم تقدر ان مراتك شايله همك وخايفه من اللي جاي. انا مشغلك معايا هنا في الورشه عشان انا محتاجك. مش عشان انت جوز اختي وبحل قرشين اللي بديهم لك عشان تروح تفتح بيتها. لما يهفك الشوق تشم هوا الحريه شمه، بس في غير مواعيد العمل الرسميه. وصح برضه تاخد مراتك معاك تشم هي كمان الهوا. ده كلام معلش حقك عليا. انا مش زعلان، مفيش حد بيزعل من اخوه. خلاص من الصبح تنزل تفتح الورشه، ومفيش اجازات بقى. من عينيا. وطالما المسجون خد براءه يصح برضه يجيب موبايل عشان لما السجان يروح السجن ما يلاقوهوش، مش عارف يوصل له. خلي ده غلط. ايش اطلع لمراتي، عندكم ضيف. ضيفه. ميرسي يا حبيبه. تعرف ان انا ما بقتش اعرف اي حاجه عن بابا؟ ان بابا ما اتطلقوا؟ عرفت. اه والله لو كان عدوي يحاول يرد اللي حصل فيه ما كانش هيبقى بجبروته. طبعا انا اخر واحده ممكن تتخيلوا ان هي ممكن تكون عندكم هنا النهارده، صح؟ مظبوط. اني وانتي منورانا. ميرسي يا حبيبه. انا جايه لكم هنا بس النهارده عشان اعتذر عن اي حاجه انا عملتها لكم او قلتها، ونبتدي صفحه جديده، وتعتبريني اختكم لو سمحتوا لي يعني. وده فجاه كده؟ لا مش فجاه، بس من ساعه ما انت اختفيت من البيت، من بعد اللي حصل عندكم، كل اللي قلته لبابا وماما، الدنيا عندي اتقلبت خالص. عملوا لك حاجه بقى؟ لا انت اللي عملت فيا ادم. من ساعة ما اختفيت وافتكرنك بعد الشر مت. فلا الله ولا فالك. اللي حصل ده خليني اكون واحدة تانية. احساسي بتأنيب الضمير من ناحيتكم كنتوا الاتنين خليني ابص للدنيا بطريقة مختلفة. اكتشفت ان انت غالي عليا قوي يا ادم. طبعا يا حبيبتي، مش ابن عمتك يعني في مقام اخوكي. طب صح، والله العظيم صح. بس بلاش نحاول على نفسنا احنا التلاتة. انا كنت فاهمة ان ادم عاجبني وبكل أنانية كنت عايزاه لنفسي، كأنه لعبة بابا هيشتريها لي. بصراحة ليكوا حق تكرهوني عشان أنا كنت تافهة وضايعة. بس من بعد اللي حصل كنت عايزة أتأسف لك حتى لو أنت كنتش موجود. بس أنا والله العظيم اتغيرت وبطلت كل حاجة، حتى بقيت أنزل الشغل مع ماما، هي أصلا مش مصدقة نفسها، وبقيت أروح كل الكلاسز بتاعتي وبجيب ستريت إيز. لا بجد؟ آه والله. والله يا توفي لو كنت عارف الموضوع هيعمل كل ده كنت اختفيت من زمان. لما ظهرت تاني وعرفت ان انت وحبيبك اتجوزتوا اصريت ان انا اجي هنا واعتذر لكم بنفسي. سامحيني؟ مسامحينك يا توفي. اه صح، هديت جوازكم مبروك. كان شغل لزوم؟ لا دي حاجه بسيطه. انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضلي. بصراحة أنا بغير منك أنت وآية. طول عمري بقول يعني اشمعنى هي عندها أخ بيخاف عليها وأنا لأ؟
لا بقى، ده انت ما كنتيش مركزه مع حد غير ادم من ساعه ما اتولدتي. ممكن تقولي حاجه زي كده؟ انا جيت النهارده عشان افضفض لكم بكل اللي في قلبي واكون صريحه، ومش همشي من هنا غير لما اكون كسبت اخو واخت جداد. اتفقنا؟ بيني وبينك انا مصدقاها. وانا كمان، انا بس نفسي يا حبيبه غيابي ده يكون ساب تاثير ايجابي على اي حد. واضح انك بتاثر في حياه كل الناس اللي تعرفها مش في حياتي انا بس. انت بقى اهم حاجه في حياتي بجد. انت عندك شك؟ انا من كتر ما بحبك بقيت بخاف لحسن اي حاجه تبعدك عني. وما بعد كل ده الصراحه لو لسه فاكر ان في حاجه ممكن تبعدني عني بتبقى حمار. بقيت مدخن كمان. غيرت الموديل القديم ده خالص. معلش بقالنا كتير قوي ما تقابلناش. لا معلش على ايه، انا مش زعلانه. انا عارفه ان انت كنت مشغول قوي الفتره اللي فاتت، الدنيا ضيقة والدوائر كلها داخلة في بعض. يعني أنا نعم انت ما بتشتغلش أي حاجة دلوقتي، بس البروجرام مليان برضه، خروج وسهر وشرب ورشا. رشا لوحدها الحقيقة كفيلة إنها تطول حياتك كلها، يعني مش بس الشهرين اللي أنت لغيتني فيهم. ليه كده بس؟ أنا ما لغيتكيش ولا حاجة. لا لغيتني يا أحمد. انت نهيت العلاقه اللي كانت بينا من غير حتى ما تقول لي انها انتهت، ولا انت مش شايف ان اللي كان بينا ده كان اسمه علاقه؟ انا فهمتها كده، لما واحد يقول لواحده ان هو بيحبها وهي توافق وتنبسط ويبقى يومهم ما فيهوش غير بعض، ده في قاموس الدنيا كلها اسمه علاقه. فلما العلاقه دي ما تنتهيش من الطرفين وبشكل واضح ويروح هو يعرف واحدة تانية ويبقى يومه ما فيهوش غيرها هي، يبقى دي اسمها خيانة. تعرف واحدة عارفاني بقى وعارفة قد ايه انا مشوش وضايص ما عنديش خلق. لا لا ده الموديل القديم، احنا اتفقنا خلاص. انت دلوقتي واحد تعرف كويس قوي انت بتعمل ايه، تعرف تاخد قرارات وتنفذها، تستقيل من شغلك علشان مش عاجبك وترفض تكون جوست رايتر. شكلك رفضت تكون رايتر اصلا، تقلب واحدة عادي جدا كده بمنتهى المهنة وتعرف غيرها، تعرف تواجه وتجازي وتعاقب. بس معلش يعني عايز اسألك على حاجة، ممكن تكون ما تخصنيش يعني، بس انت ليه عاقبت ادم قوي كده على اللي عمله معاكم؟ اللي انت عملته معايا ده بالظبط اللي ادم عمله معاكم بالظبط. اختفيت من حياتي ولغتني من حياتك تماما، ورحت انت بقى تعيش حياتك زي ما انت عايز. لا بس والله لا تصدق، برضه بكل اللي ادم عمله ده برضه انضف منك 60 مره. انا اسف يا شهد. لا اسف على ايه؟ ليه؟ اسف على ايه؟ انت اذيتني مثلا او خالص؟ انت اكتر واحد في الدنيا وجعتني، اكتر واحد، عشان انت اخر واحد في الدنيا كنت اتخيل ان انت ممكن تطلع خاين قوي كده او غدار قوي كده. احساس بياخد
خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حلو ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته مفيش. ده بيكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة بيكره وده.